أهلا بكم متابعي قناة شاهد لتعرف. هناك الكثير من الدول الاقتصادية القوية التي تتمتع بثروات هائلة، ما جعلها تنهض بشعوبها وترفع معدل الدخل للفرد الواحد، وهذا ما يميز الدول الاقتصادية القوية كأمريكا وكندا وبريطانيا وروسيا وغيرها من الدول. إن هذه الدول القوية اقتصاديا تستطيع التحكم بقرارات عالمية ودولية، ولكن هناك دولة فقيرة جدا تمتلك ثروة تعادل أضعاف ثروات هذه الدول العظمى. هذه الدولة قد لا يمتلك مواطنها قوت يومه الأساسي، ودخل الفرد فيها قد يصل إلى دولارين في اليوم الواحد. هذه الدولة تمتلك ثروات هائلة، ما يرشحها أن تكون أثرى دولة في العالم، وقد اختصرها علماء الاقتصاد الدولي بعبارتين، ألا وهي أفقر شعب يمشي على الذهب. إنها اليمن. سوف نستعرض بعضا من ثروات اليمن البسيطة، بدءا من النفط والغاز الطبيعي والسياحة، مرورا بالمعادن والزراعة، ووصولا إلى المحطات العالمية والممرات البحرية. وسوف تكون بدايتنا من الممرات البحرية والموانئ. هل تعلمون أن ميناء عدن يعتبر من أهم وأقوى الموانئ العالمية؟ وذلك يعود لموقعه الاستراتيجي للتجارة العالمية، وإذا تم استثماره بطريقة صحيحة سوف يعود بعائد سنوي قد يصل إلى 75 مليار دولار، وسوف يخلق الكثير من فرص العمل لليمنيين، وسيقضي على نسبة كبيرة من البطالة. ولن نتوقف هنا، وسننطلق إلى ميناء الحديدة والصليف، فإذا أصبح هذا الميناء محطة ترانزيت للسفن الضخمة فسوف يعود بعائد سنوي قد يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا، وقد يكون ذلك العائد دون فرص العمل والتجارة. وننطلق إلى مضيق باب المندب، وذلك لأهميته الاستراتيجية في مرور سفن التجارة العالمية، فإنه سوف يعود بعائد سنوي قد يتجاوز 200 مليار دولار. ولا ننسى كذلك ثروة السمكية، حيث أن اليمن مرتبطة ببحرين هما البحر العربي والبحر الأحمر، ما يجعلها تمتلك ثروة سمكية وشعبا مرجانية ومخلوقات بحرية نادرة قد يقدر دخلها السنوي ب 55 مليار دولار. 2. الثروة النفطية والغاز الطبيعي. سوف تكون بدايتنا هنا من محافظة الجوف. هل تعلم أن أكبر خزان نفطي في العالم اكتشف في محافظة الجوف، حيث أن حقول النفط الموجودة في الجوف تعادل نفط المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وكافة دول الخليج، كما نعلم أن الإمارات والمملكة السعودية تعتمدان على دخلهما من النفط بنسبة 70%، فإذا تم فقط استثمار هذه الحقول سوف يعمل على رفعة اقتصادية ضخمة لليمن وللعملة اليمنية. وكذلك لا ننسى محافظة حضرموت التي تحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية، وكذلك أيضا مأرب بإنتاج سنوي وصل عام 2006 إلى 25 مليون و100 ألف برميل يوميا، وكذلك محافظة شبوة الغنية بالثروة النفطية. 3. المعادن. منطقة لحج أبين، حيث إنها غنية جدا بمعدن الذهب، وتتراوح نسبة الذهب من كيلو إلى 21 طن، وهي نسبة عالية جدا، بالإضافة إلى جبال محافظة حجة حيث تحتوي على الكثير من مناجم الذهب. وشركة كانتكس الكندية كانت قد نقبت عما يزيد عن 96 مليون جرام من الذهب في محافظة حجة فقط، وقد تكون فقط مناجم سطحية، وكذلك يوجد الكثير من المناجم التي لا تتوفر لدينا معلومات كافية عنها في محافظة حضرموت ومارب وتعز. وهذه الثروة تعتبر مصدرا اقتصاديا هاما وقويا للكثير من الدول العالمية. 4. الزراعة في اليمن. هل تعلم أن أرض اليمن هي الدولة الوحيدة في الدول العربية والعالمية التي تمتلك جميع المناخات المتنوعة كالمناطق الدافئة والباردة والمعتدلة، والتي تسمح بالزراعة الموسمية طوال السنة، وتسمح أيضا بزراعة أصناف لا تعد ولا تحصى من الفواكه والحبوب والبقوليات، ولا ننسى ما اشتهر به أجدادنا القدماء، ألا وهو زراعة البن اليمني المعروف عالميا بموكا، والتي تعتبر أقوى وأغلى من ثروة النفط إذا استغلها الشعب اليمني واستغنى عن شجرة القات. 5. السياحة في اليمن.
هل تعلم أن اليمن يمتلك أكبر شريط ساحلي في الوطن العربي؟ وكذلك يمتلك الكثير من الجزر، وعلى رأسها جزيرة سقطرة التي أصبحت مطمعا تسعى الكثير من الدول المجاورة إلى الحصول عليه، وكذلك جزيرة حنيش، ولا ننسى تاريخ اليمن والمعالم التاريخية كشبام حضرموت ومدينة صنعاء القديمة ودار الحجر وعرش بلقيس وقصر غمدان والكثير من المناطق الأثرية التي ستكون مصدرا كبيرا لإدخال العملة الصعبة إلى اليمن. فتركيا وفرنسا والكثير من الدول العظمى تعتمد على السياحة في دخلها كمصدر رئيسي. وفي الختام، قد نكون لم نذكر لكم في هذا الفيديو إلا القليل، وما خفي كان أعظم. متى سيعلم الشعب اليمني أن وطنه غني للغاية ويتمتع بثروة هائلة، وأن اليمني سيتمتع بعيشة رغيدة وكريمة إذا وجدت في اليمن قيادات نزيهة وتخلصت من الحروب التي تشن عليها؟ فهناك الكثير من الدول العظمى حيث تتمتع بواحدة من هذه الثروات فقط التي ذكرناها لكم، ونراها من أثرى الدول في العالم، ونرى شعوبها في عيش كريم. في الأخير، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتكم شاهد لتعرف.